اعتقد انه هلا وقت انك تخبريني عن معرفتك بيها. كانت شغلته وعملته يتعرف على البنات. طبيعي، اي شاب بالجامعة طبيعي انه يكون عنده علاقات. بس هو ما كان يتعرف عليهم بطريقة عادية. فيك توضحي اكثر؟ كان ينقي البنت الغنية تحديدا، يرفقها ويخبرها قد هو بحبها. أهدافه ما كانت جنسية، بس كان يحب يستغل البنت بمصرياتها ويبتسم. هذا محتال ونصاب عالمي. هيك عمل ببنت رفيقته بالجامعة، خبرها قد هو بحبها وبالأخير زتها. قامت يا حرام انهارت وتركت الجامعة. وليه ما خبرتيني قبل؟ أنا بس شفت رنا قد مبسوطة، ما كان عبالي أفقس لفرحتها. طيب مش ممكن يكون تغير، كبير، نضيج؟ ممكن، بس مش أكيد. أنا رح وصلك على التالي، بدي أطلب شوي. لوين؟ بدي أشوف رفقاتي. هلأ؟ إيه، هلأ. في مشكلة؟ لا، أبداً. أوكي، نامي، لا تعطيني.